ما أن يأتي فصل الصيف حتى تزداد معه معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، ويعود ذلك إلى زيادة تردي خدمة الكهرباء وزيادة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ما فاقم من أوضاع المواطنين وضاعف من معاناتهم. يمتد الأمر كذلك إلى أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث يعد صبري القاضي أحد ملاك الورش الصغيرة الخاصة بصناعة الألمنيوم واحدا من المتضررين من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي هنا في عدن. الكهرباء في محافظة عدن كاملة، الكهرباء لا شيء، يعني تطفي 8 ساعات وتشتغل ساعة ونص ساعتين، فسبب انهيار الأعمال. يعني كنا في المعمل هذا لا يمكن أقرب 15 عامل، الآن من 8 عمال، يعني ورفع العمولات، ويعني الوضع متدهور للآخر بالكهرباء، والديزل غالي وكل شيء غالي. أوضاع مأساوية وظلام دامس هي صورة واضحة في عاصمة لم تنل أبسط حقوقها في ظل توالي الحكومات عليها، ومع ذلك تظل حالة السخط والمعاناة من انقطاع خدمة التيار الكهربائي هو العنوان الأبرز والأثر السلبي الذي تسبب في تفاقم أوضاع السكان على مستويات عديدة، من بينها تضاعف المشقة بفعل ارتفاع درجة الحرارة وتوقف الكثير من الخدمات العامة والخاصة، فضلاً عن صعوبة الحصول على المياه وتفاقم معاناة طلاب المدارس والجامعات والمرضى. الكهرباء تنقطع يعني باليوم أكثر من 12 ساعة، يعني تلصى باليوم ساعتين وأكثر الوقت طافي، لذلك نطالب الجهات المختصة بتوفير الوقود للمحطات، لأن الكثير من الناس يعني أصحاب الأمراض القلب والسكر يموتوا بسبب انقطاع الكهرب بسبب ارتفاع درجة الحرارة، إضافة إلى ذلك أن طلاب الجامعات لا يستطيعون بالمذاكرة مذاكرة دروسهم بسبب انقطاع الكهرباء. مشكلات كثيرة تقف وراء تردي خدمة الكهرباء في عدن، والتي يرجعها البعض من المختصين القائمين على هذا القطاع إلى أسباب عديدة وكثيرة. طبعاً تزايد ساعات انطفاء التيار الكهربائي بالعاصمة عدن مؤخراً يعود لعدة أسباب، منها ارتفاع حجم الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، وأيضاً المعضلة الحقيقية التي تعاني منها العاصمة عدن والمحافظات المحررة هي عدم تأمين كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات التوليد. تعاني العاصمة عدن أيضاً من انخفاض مخصص الوقود الخاص بمحطة الرئيس بترو مسيلة، حيث أن المحطة أصبحت جاهزة كلياً للدخول للخدمة بقدرة 260 ميجاوات، ولكن للأسف عدم وجود النفط الخام الكافي لتشغيل هذه المحطة حال دون ذلك. أسباب عدة لم تجد لها أي حلول، وانطفاءات متكررة عكرت صفو الحياة وأزهقت أرواح الكثير من البشر، ومع ذلك لم يقابلها أي تحرك حكومي لمعالجة الخدمة. وبين هذا وذاك تلوح شركات الطاقة المشترى بقطع التيار الكهربائي عن ملايين السكان في محافظات عدن وحضرموت وأبين، وذلك في حال لم تسدد الحكومة مستحقاتها المتراكمة منذ عام 2021، تهديد خطير يزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا من ظروف إنسانية صعبة بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات. يزداد الوضع بشاعة مع توالي نداءات المواطنين المتكررة، ولكن لا حياة لمن تنادي.